بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودين وذا السلامي إلى سبحانه وتعالى خير هيدين سيئ الدنيا آخرة وإلى هيدين حفظية خير البعد جوكتان. إن شاء الله تعالى ما أنت موضوع ربنا كهد قصاب سنة عرب غيبة لباطة ذو ليهي، لكن أنت أنا قلين وحار ربنا هيدين حسوسية وحان كجرنا وحان قلنا بشيع وحرم إيا لقلي وحانا كو جرت مالين آد وقيمة بدن ومالين تعاشو رائع ورسول صلى الله عليه وسلم إنو شيئي مالين تاسون كيد إن هل سنة لو دن بدا فايا مركا وحانو دين كو دبوري لها كلين إن شاء الله إنك فايدي ستان مالين تاس وان سنين تصوص عطو قفكي كهر سومي كرو ومالين كو داري كرو وخميس أحد إثنين سومي كرو أما قفكي تلاذي إثنين سومي كرو قفكي سدح الماموت كريغن ويكسي في عانت إن شاء الله تاسم وإيقا حسوسين دو إلهي راهدو وإذا أمانت أو قفت ضيق بضم أمانت عاشورة وأمانت سنين تنواي لأن بشة وحيدة على ستي دلاتي مركا وحافي عن سقالات كا يتبانات كا إنو كديو ما أحد يسين قف كورت مركز توس كبض يسون كا ويوفي عن تهي لكن أحد يسنين قف كهدو أوودو إنو صوم وهدو تلاذا كسي داري كان ويكسي في عن تهي سد حسمان هدو بطسن كان هدو وفسي ودي كرا إلى أوصوم عاشورة وصمين كرا إن شاء الله رسول صلى الله عليه وسلم مركي لو يدي صون حقوق فضل بدن صون كبلا صون بشه محرم وير شهر الله المحرم بش إله حتى لو ما قاعد عليه مرك بش إله اللي هاي مرك تاسني إن شاء الله وإيجا حسوسين إلهي سبحانه وتعالى هيدين حفظيو بارك الله فيكم إلهي هيدين بركة الله يحفظ إن شاء الله تعالى ما يحر وحير إلى أن كهد غيبة ذا أما عرب كان أو ما المهن آد أصاب بضتي بالذات دتكي عوام تما دتكي أو دعوذ شيء جنا حتى آد أصاب بضتي من مغلوسين اوكي بسم الله غيبة هي بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى اذن حفظي غيبة ولا ليال معروف كذا معروف تذو رسول صلى الله عليه وسلم ايه انو شيء غيبة ايه وحيتة هي رسول صلى الله عليه وسلم ايه انو شيء رسول صلى الله عليه وسلم معلم كميد ايو يرى تدرون ما الغيبة غيبة ما تقانان وحيتة هي مركاسه وحيرين الله ورسوله اعلم صحابه اذابته واخلاق ذو حاكمه ده مركو رسول صلى الله عليه وسلم سؤال ويديه وحي كو جواب جرا حتى هدي قانون قاركوده وحي دي الى رسول كيسا مركو اكزامبل مركو رسول صلى الله عليه وسلم حرم كجوغي ما انت متقانه واوغينا ما نحج تحي روحي الى رسول كيسا ميشا جوغتا متقانه واوغي ميشا جوغان لكن وحي الى رسول كيسا بشان كو جرن متقانن واوغينا بش ذي الحجه لكن مع ذلك وحي الى رسول كيسا وحسن وحي آداب رسول أصحاب تأيل أي كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تأدبي جرين أي إهد وناقي رسول صلى الله عليه وسلم جرين أي إهد مركا رسول صلى الله عليه وسلم ويد أتدرون ما الغيبة غيبة ما تقانا أم حن وتقانا وكسعنا الله ورسوله أعلم إله رسول كسكري أي أب مركا سوحر ذكرك أخاك بما يكره إنا ولالك كشيك تت وحو لبسناي أما وحو نعبيني هاي ولالك وعام ويقف والقفك قال إنا كشيك تت wuxuu dibsanaay ama wuxuu naaban yahay taas waa marka waxa laga yaabaa qofka hadda sometimes waxa aad u soo batay qofka oo qofka hadal ku dhahaayo ama wuxuu leeyahay wuxuu la madhamanay anigu wuu jooga qof hortiisa ka dhahay madhamanin wuu jooga marka qofku waxa loo baahan yahay markuu baad inuu iska ilaaliyo xanta marka inaan barana u baana xan maxay tahay rasuulka noo sheegay hadaaba ogtahay inuu dibsanaay faraha ka qaad ama gabarha aata muulaha hadalku u dibsanaayo هذو لبسناي هذي معروف أو لوية قانا مجع لوية قانا أيتها أوكي واي لكن هذو لبسناي هكوشين فراح كقات هديهن هبل أما هبلو واسان هديهن هدي لبسناي فراح كقات نمرك وحرمنا سد حسوا لنا كجو أسباب تي ذم حاكينو قفك إنو حنط قفك لما حاكينو لبعت ذي لا ذم حاوى داود ذي ذم حاوى سد حسان كهدلينا إن شاء الله تعالى أسباب تكين تقفك إنو قفك لحنط وحوقوين وحاوى ضعف الإيمان قف هدا أرتد قف كلا حمنا غي هدا أرتد وضعف الإيمان إيمان كا كير قف كاس إيمان كيسا هوس ودعي هدا أرتد قف قف حمنا غي قف كاس وحاكو دعي جر ليرا ضعف الإيمان أهل السنة والجماعة وحان اعتقاد سنة الإيمان يزيد إيمان كنو كر آذاي بالطاعة قف كمركو وناك سمي إيمان كسنو كر آذاي وينقص بالمعصية حمان تنا إنو كن نقصا مايا هدا أرد مرك قف قف كلا حمنا يو قف كاس إيمان كيسا لقى صوق قال أوحو باهن يهي
iimaankiisa inuu hoos u dhigo, iimaankiisa inuu kor u soo qaado, ha ogaado qofkaas inuu iimaankiisa hoos u dhacay. Marka awal sabab keento qof xamanaya, haddaa aadatid waxaa ogaata raqam waaxed, qofkaas inuu iimaankiisa hoos u dhacay. Haddaa adig isku aragtidna ogow iimaankaaga inuu hoos u dhacay. Haddaa qof kale ku aragtidna ogow qofkaas inuu iimaankiisa hoos u dhacay. Idan qofkaas waxaa u baahan tahay marka inaa waanisid. Haddaa adi isu aragtidna waxaa u baahan tahay marka inaa iimaankaaga kor usoo qaadid. Iimaanka wax kor lagu soo qaadana waxaa waaye ataaca, camalka wanaagsan ayaa kor lagu soo qaadaa. Tan labaad oo keenta waxaa waaye qofka inuu kusoo koro bii'a xun uu kusoo koro. Bii'adu kusoo koray waxaa laga yaabaa inay tahay faamilku kusoo dhex koray, inay markasta heblo wax laga sheegay, eedegiis wax laga sheegay, habreertiis wax laga sheegay, ama qof meel uu kusoo koray faamili oo dadka wax unu iska sheegay, heblo waasaan, heblo waasaan, heblo waasaan. Waxaa laga tarbiyada koowaad inuu qofka kusoo koray meel xun uu kusoo koray. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay hadda caruurteena waajibka naga saaray inaan tarbiyadooda ilaalino. Daas waa xataa culimmadana ninka iyo xaaskiisa hadday isku dhacaan xataa ama isqabtaan, caruurta hortooda yaa wax lagu hadlin, yaa lagu qaylinin. Sababta maxay tahay? Ta'thiiri ku sameysaa ilmaha, arintan ta'thiiri ku sameynaysaa, waxay ku reebeysaa. Maadaama waxay ku reebeysa, waxaa loo baahan in laga ilaaliyo. Marka sababta labaad oo keenta qof wax xamanaya haddaa aragtid, waxaa laga yaabaa inuu tarbiyadu kusoo koray isaaste, gurigu kusoo weynaaday, inaan sheekadaas laga yaqaanay, ama markasta qofka laga xamanaya, ama hadal caadi ay u dhaqan ay u noqotay. Ibnu Qayyim wuxuu dhihi jiray, marka hore fitna dembiga kuma timaada, iskama timaada, fikri ka timaada. xaarib ilfikra, fikradda haddii kusoo dhac haddaa la dagaalan weysid saarat caada, marka waxay noqonaysaa caadi noqonaysa, tartiib tartiib waay. Waxa asalkeeda hore markay ku bilaabato in laga gaaro ayaa loo baahan yahay. Tan saddexaad, haddaa aragto qof xamanaayo, waa qof waqti haysta waay. Qofkaas waxaa loo baahan yahay waqtigiis inuu cibaada ku guto ayaa loo baahan yahay. Qofka hadduu marna shaqeeyo, marna iskuul aado, marna uu ku mashquulsan yahay faamilkiisa iyo waxbarashadiis ku mashquulsan yahay, qofkaas waqti uu wax ku xanta xataa ma helaayo. qof wax xamanaya haddaa arad, waa qof shaqo la'aan ku dhacday, waa qof jobless waaye, oo shaqo qiimo la'aan, either communitygu qiimo ka laheen oo shaqaba ma qabanayo, waa qof oo lazy waaye, caajislo, oo aan shaqo qabanaynin waa. Ama haddii kale waa qof aan qiimo laheen waaye. Idan sababta koowaad oo keenaysa xanta waxaa waaye qofkan dacfil iimaan, iimaankiisa inuu hoos u dhacay. Waxaa loo baahan marka qofkaas inuu iimaankiisa usoo kori lahaa uu ka shaqeeyo. Tan labaad, qofka haddaa arid qof wax xamanaya, qofkaas ogow bii'aduu kusoo koray ayaa bii'a sayi'a ah, bii'a waxaas laga yaqaano. Bii'a sayi'a markaan dhahayo qasab ma hooyadii aabaha keliya inay tahay, waxaa laga yaabaa qaraabaduu ku dhex jiro ama asxaabtiisa ama bii'aduu joogay, in bii'a laga yaqaanay, arrintaas laga yaqaanay inay tahay oo xanta ay ku badan tahay. Idan wuxuu loo baahan yahay qofkaas inuu naftiisa kala dagaalama, cashirna ay u noqoto caruurtiisa iyo faamilkiisa, inuu arrintaas uu ka ilaaliyo. Tan saddexaad, waxaa qof xamanaya haddaa aragtid, waa qof waqti badan haayo, u baahan waqtigiisa inuu ka faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay. Tan afaraad oo sometimes la yaabayso doqonnimo ah, qofka inuu dhumiyo ajirkiisa dhumiyo, waxaa waaye qofka wuxuu u xamanaa suu qof kale agar u raaligeliyo. Laba qofa isku dhacsan, qof saaxibkiisa iyo qof kale isku dhacsan, saaxibkiisa suu u raaligeli ayuu qofkii kale wax aga sheega, hebel saan iisaan, wa marka horeba saanu ahaa, siduu qofka saaxibkiisa u raaligeliyo. Taas doqonnima meesha ugu dambeysa waa marka inaa ajirkaaga iyo camalkaaga wanaagsanaa qof kale aad siisid suu kaaga raalli noqdo, taasna doqonnima meesha ugu dambeysa waay. Idan qofka markaa xamanaysid ama rabtid inaa xamatid, ogow inuu ajir badan kaa cunaayo. Haddaa aragto qof wax xamanaayane, dhibaatooyinkiis ama iimaankiisa daciifa, ama meeshuu kusoo koraa qaldan bii'aduu kusoo koray, ama qof waqti dhumis waqti haayo, waqtiga raba inuu dhumiyo waaye, oo loo baahan qofka waqtigiisa inuu ka faa'iidaysto. Rasuul sala alay salam wuxuu yihi, iqtanim khamsan qabla khams, shan horta shan kale ka faa'iidayso. Waxaa ka mid ah firaaqaka qabla shuqulik, markaa firaaqatiid ka faa'iidayso intaadan mashquul noqonin, cashaan aakharo manam waqtigaas wuu kusoo hormara, si video ahaan ayuu kuu soo hormara. Tan shanaad oo dhibaatada ke oo xanta keenta waxaa waa cadam itibaac sunnat nabi sal alay slam. Qofkaas waa qof jaahile oo sunnada nabiga sal allahu alayhi wasalam aan aqoonin waaye. Haddaa arid qof wax xamanaya, waa qof jaahile, sunnada nabi sal allahu alayhi wasalam uu inooga digay xanta iyo dhibaatadeeda uusan aqoonin waaye. Qofkaas marka wuxuu u baahan yahay inuu naftiisa waxbaro, education inuu geeyo, educate themselves, oo waxbaro ama muxaadara ha dhageysto ama qur-aan ha barto. Qofkaas waxaa qof jaahil u baahan naftiisa inuu waxbaro loo baahan yahay. Tan lixaad ugu daranna waxaa waayo, ugu dhibka badan waxaa waa xiqd. qof xamanaya haddaa aragtid, qofkaas waa xaasid, qofkaasuun qiimo u quunin. Qofaa ka hormaray qofkii wuxuu rabaa marka inuu burburiyo.
si kastuu ku burburin karo waxaaga sheega. Qofkan marka hore nin rag ma ahayn, marka hore gabar wanaagsan ma ahayn, waxaas dhan wuxuu u sameynayaa waa xaasidnimo. Xaasidnimo ku jirto qofkan suu iga horumari kara ayaa ku jirto. Idan dhibaato xanta waxa keento waxa waa lixdaas arrinaa keento, lixdaas arrin haddaan la dagaalano insha allah tacaala xanta waa naga tegaysaa. Lixda arrin oo xanta keenta ayaa u gudba, intaan u gudbin dhibaatadii keenayso xantaas, lixda xaran arrinaa hal mar kusoo celina. Qof walba lixdaas arrin ka fikir, iskana ilaali. Kow waa dacfi iimaan, qofka dhibaato xan maxaa keento, qofa xamanaa hadda aragtid lixdaa mid ka mid, ama lixdaa hayso ama mid ka mid ah hayso. Kow iimaankiisa daciifa qofkaas, wuxuu u baahan yahay iimaankiisa inuu ka shaqeeyo u baahan yahay. Labo, qofka meeshuu kusoo koray ama biyaduu kusoo koray, tarbiya xun uu soo qaatay, yaraantiisu kusoo qaatay ama asxaaba kasoo qaatay ama faamilkiisa kasoo qaato. Saddex, qofkaas waqtigaa ka batay, waqtiguu meel uu geeyay la ahay, waqtigiisu dad siinayay oo waqti meel uu geeyay ama dadka fadhi ku dirirka fadhiya. Fiiri meelaha badi lagu xanta maxaa fadhi ku dirirka wa. Marka hore waxaa la jiray dumarka xan keliya, macalaysha dumarka marka hore guriga ay joogi jireen, hadda raggii soo gashay fadhi ku dirirka la fariistay ayay lasoo gashay. Tan afraad waxaa irdaa alaakhiriin, qof kale wuxuu qofkaan xamanaa qofka saaxiibkiisa inuu raali geliyo. Tan shanaadna waxaa qofkaas waa qof jaahilu sinnada nabiga sallallahu calayhi wasallam aqoonin u baahan inuu barto. Tan lixaadna waxaa waaye qof xamanaa hadaarat waa xaasid xaquud ah waaye oo qiimo badan aan lahayn. Xaasidkana waxa ugu hooseeya uu sameynayo waxa ilaahu wuxuu ku leeyahay ilaahu caadil matiid, qofkaana waxaa siisa wuxuusan istaahil un aniga aan istaahilaa siisa. Waxa ugu hooseeya uu sameeyo qofkaas waa aakharadiisa iyo camalkiisa u gubaysa, taas waa meel kaleba taallaaba. Qofka marka lixdaas arrin ayaa keento inuu qofka xanta keeno. Dhibaatadii keenta maxaa waaye, marka qof hadduu qof kale xanto dhiba waxyaalaha keena waa taase. Laakiin dhibaato qofka hadii xan meesha karaa dhibaatada dhacda maxay tahay? Kow waxaa imaanaya waxaa waaye dadkii labadii meeshii fadhigii lagu kala fadhiyey in la kala xanaago, fadhigii in la kala shakiyo. Laana waxay dhahan carata man naqala ilayka naqala canka, qofkii kuu keeno wuu kaa qaada. Hadduu maanta qof hadal kuu keeno qof kale kaaga sheego, macnaheed adina wuu kaasii qaadan. Hadduu maanta qof kugu xanto birina, adina qof kale kugu xamana. Yani meesha oo dhibka koowaad uu imaanaya waxaawaa dadkii asxaabta ahaa isjeclaa meel wada joogay inuu dhibaata dhex yimaado ay kala tagaan. Waxyaalaha ugu xunna waaye diinteena waxay ilaalisaa ukhuwada, wada jooga, walaaltinimada, wada shaqaynta ayay ilaalisaa. Xanta waxay keenay marka wixii dhamo diinta principle-ku ahaayo u ku taagneed ayay burburinaysaa dadka inay kala kaxayso, la kala shakiyo, shir lisugu imaa waaye, lis dagaalo ayay keenaysaa. Bal ilaa xad waxaa laga yaaba inay gaarto ama dacwo gaarto ama dilitaan ay gaartaa laga yaaba xantaas bilowgeeda ay keenaysaa. Marka dhibaatadaas waa dhibaato aada u xun waaye, ma waxay fasaadinaysaa marka majliskii iyo wanaagii iyo quruxda dadka joogay ayay ka fasaadinaysaa. Tan labaadoo aadka u xun, qofka loo baahan inuu iska ilaaliyo, waxaa tuxbitu lacmaal, camalkaagii dhammay kaa burburinaysaa. Maanta dhan waa suumaysay, waa salaadaysay, qur-aana akhrisanaysay, xajaa tagtay, cumraa tagtay, waa sadaqaysatay, wax walbo wanaagaa samaysay. Markaa xamatid macnaheed waxaa diyaar u tahay xoolahaagii aa shaqaysatay inaad dad kale siisid. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ataduruuna man ilmuflis, qofka mufliska ma taqaanaan? Muflis man laa dirhama lahu walaa diinaar. Markaasuu yiri ma ahan mufliska qofkan diinaar iyo dirham aan haysanin, ma ahan mufliska qofka bankaraabtiga oo faqiirka oo lacag la-aante oo xoolo la-aante waxa waa ceerta ah. Aakhara qofka imaanaya asigu wato buurar ajir, wato katihaama, buurar tihaama oo ku taala xuduudka Yemen ay ku taala ayuu sheegay. Buurahaas dheedheerka, buuracadoo dheedheer waa buura aada u tiro badan oo isku xigxigaan waa buurahaas oo kale ajiruu wataa. Laakiin markuu aakhar ilaahay hortiisa yimaada maxaa dhacayso? Kanuu xantay, kanuu dilay, kanuu xoolihiisa qaatay, kanuu wax ka sheegay. Qofkii marka buurihii watay waa laga qaadaa tartiib ilaahu ninka maalna xanta camalkiis ka soo qaato. Buurihii ajirka uu watay ninkan waa la wada cunay, waa la wada qaatay. Kadib dad kale haddana imaanaya, markaas wuxuu ilaahay saani saana ugu sameeyey. Ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay marka ninkii ajir ma haystaa, maya ma haysto, waa ka dhammaaday ajirkiis dadaa la siiyey. Idan wuxuu leeyahay ninka kaloo waxa sheeganaya aaw dembigiisa laga soo qaada, ninkiiyaa la saara. Ninkii buuraha ajirka watay wuxuu la tagaa buurar dembiyuu lagala siduu naarta ku gala. Idan xanta waxay sameynaysaa marka waxaa waay acmaashaadii wanaagsanaa ayay kaa burburinaysaa. Bacdi salaf waxay dhihi jireen haddaan qof xamanaay waalidkayaan xamana, haddaan qof wax ka sheegay waalidkayga wax ka sheegay, adi ayagaa ajirkayga xaq u leh.
هذا ما بوقف وح كشيء جاي أجر كي جاي أقول له إنا نسي مال أنت قيامه والد كي جاي إيه وحق بدنه والد كي جاي نسينا أيوه ليه جري إذا وحوا يقف عمل كيسة إني بربوريني سه وقعدوا تنسى ده حد وحوا اللي بعطلي كينيس لا بس الدنيا دي كوكانتي إني فس مجلس كيفت هذه سو محيكلو كينيس وحيكلو كينيس وحوا لبا آخر كصابسا قبر جاي اللي وعذاب غيبة قف قسم حنا حمته وحكش يكتي سو ما هن قف رسول صلى الله عليه وسلم علي مال ما كمد أيو يمد قبري يمد مركز سو أركي نمن كان ولا عذابه ولا بد ما يشكو جرتو وحوين اللي قم عذابه يو علماء ذو حنا وحوين دتك ويا رئيسنا ما كوقف وحكش يجاي حمنا يو وحواي أما قف إنه هذا القاضى قف كلو أجينا ويلا يرتاح لكن إلهي أكتيس وعند الله عظيم وان قفك وايرته هاي محاوى قفكين قفكين وحاوى حنو سمين جري دتك وح سوقي جين جري دتك وح وكلا قاد قادي جري تاسنا وحاوى مركز لبعت لا بد لبعت الدنيا ذك كينيس وحاوى مجلس كيني إني بربوريسو إيه بدتك كلا دقارسو أس عمل كاجي عش قيس إني سدنا إني بربوريسو قبري عذاب إني كوكينت وح تاس كسي درن آخر مركز لجارة لبعت أفراد كوكينيس وحاوى تهوي صاحبها إلى النار والعياذ بالله قفك وحال لغي يابا إني نارك وقشادوسن إلهي آغتو بدكينين أون اللي قفينين واللغي ربكاس إني أكينتو إذن وحاولا لير أنسك إلالينا حانتان أنسك إلالينا إباتوين كيدا ويبادان تهي دادك إني كنا عانا إمانيسو دادك أذيك شخصي أهانو حانتا ود إلا نعكيا سو صعدو أو هذلك قاضي جري موضوع أن بدلنا تيا صوصعته هذلك قاضي جرت إيه موضوع أن بدل أنت سعبك وفلا إني دتك أصحاب هذا المركز أديقة مادد إيه علشان كشيء كذا وبدلنا قفل بكاشة كي لويرة نيكا نجا إلى لا ما قفت نجا إلى لا دتك كلا حتى دم بيجيلي نيسا وحاكو قصبي سا دتك كلا حتى إني كسي حنت أنا كو قصبي سا مركز لبعض هذا سمين وقفك قفك حمناي أما حنتك قاضي أما بنت أما هذلك جد بنايو dambigiis asiga xataa kuma eko dad kale uu sii gudbinay waa dambiga qofka daba adigu uu eegi hayba inuu ilaahay ku dhaafaa laga yaabaa laakiin dad kale ayaa sii fasahaadinaysa dad kale ayaa dib kale u sii keenaysa dhibaatadaasna waa dhibaatadey keento dhibaato adduunye ah adiga majliski dadkii isjeclaa walaalaha ahaa fadhigii sumay inaad kala kaxaysid adigii inaad noqotid qof xun oo qof walba ka carara noqotid dhibaatooyinkii ku keenaysa aakharna waxa way camalkaaga inuu burburo قبري إن لجوا عذابه نار جهنم من إنا ساسكو قشيا لجيابا شن تاس لباتنا وحي كنتا وحواي حنت أيا كنتو إيه هالسك إلى لباتو ينكاس أيا كنتا علاج كذا محاوي مرك قيبت سد هذا قدام بس أنسو قد بينه حوا ما علاجه ما دام هو أنا وحيا لها كينو أو أنا لحد أرين كنتو لبات هذا يسميه شن تأرين لبات أي سميه علاج كذا محاوي محا علاج وجوهره علاجك الله بقب علاج هذا شخصي أسميني سيد علاج وحوا كوميونيتي جها علاجك كوبا دلوب بهني إنا سمين سو حوا أصحاب هذا بدل أصحابه ناقص سميسو أصحاب تو مركارت إنا قف كلا كو حمد كو قسلي سو كو دقيس نيس كتك أصحاب وحارات ستا مركا وحشية كورو هبل أما هبلو اسك إلالي وحان لغو متلك إلين عيب واي عمل كاغو بربورينا أصحاب كو دهيس راتسو نينكي سغاشن إي سغالك قفو دلي وي من قفكي بقولات وي من تيري توبه ملي ماي توبه ماي ملي دي هيت كردهاي يير نمبر ابي غدنا بقولكي بكردا ميستري كدي بعدنا راتسدي و هو كيره توبده اديغي الهي وحدين كور استاغ مر لكن بلد كي كبخو وا بلد سوء وايه وا بلد حن وايه كبخ لان بلد سغاشن اي سغال قفود اد كدشي او غعنته كو قبن وايه اصحاب حن وايه كبخ ميل كلا تك ميش استغو ميش ازدد وناكسن جوغو marka waxa loo baahan yahay qofka inuu iska ilaaliyo asxaabta xun asxaabtaas oo xanta kula shaqeynaysan ka tago asxaab fiican raadso talabaad oo loo baahan yahay adiga shakhsi ahaan inaad aga shaqeysid waxa waaye inshigaal bidhikrilla dhibaatada keenta maxaa waayaan dhahni waxa keena waxa waaye firaaqa soo meeheen maxaa keena firaaqa firaaqa haysi waxa ku buuxisa dhikriga ku buuxi لا إله إلا الله كبوحي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كبوحي أذكارت كبوحي أو نهي سيد إلهي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أذكارت صلاة كبوحي صلاة الصبح كذب أذكارت إذا أقرسوا قفك وحاكي صلاة مركو سلام عليكم سلام عليكم كره إسلام مركي وإستاغ وبحمال وأسعد متقاند وإستاغ برنانك وإستاغ محاوي شيطان كم مرة بينك استهز جوت لأن ما حاكو جرت حفظ دجاجة الدنيا آخرها كوجرت هذا صلاة ده إذا إذا بالأسواق هذا صلاة ده مركب بحدي
مركز سلام عليكم سلام عليكم ترى حتى ميشة فريسة تسدح مر استغفر الله تلاهد صدني يسدح مر سبحان الله أتلاهد صدني يسدح مرنا الحمد لله أتلاهد صدني يسدح مرنا الله أكبر أتلاهد لا إله إلا الله أكو قبل قبيس دنبي قاقوا الوضعفة تاسي آخر واي الدنيا محاكو هي ليس رسول صلى الله عليه وسلم وحونه شيئي قفكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صلاة الصبح كذب إيه صلاة المغرب كذب طبعاً مرده إن وحول بلغ إلى علينا ضدك وحارك يسقف ولا وضع بعض ما جرنا زمن كان ما موحي صوبة وفهم ويقف والب مساجد كان جرمان والبطون قف وتكبر أنا تيم ماذا دمر بها وبدنا ذا وحن صنا هاي ما جرنا وحي هاي اختار أنت وحول يوسو شيء واي شيطان كي ما ضدك كبتي جني ما صوبتي ما ضدك يا دعوة الدين تكفوا قادين ما وإلى حد وفهم إلى مال والبقفة بعد خاص اللي يسميه بخير الله سي ما لنتي او يرت توقف هذا القران لو اقنا قف كل ودل لو اقرن ويا وهيا بمحاد عي ذاتك مركز او في رسن حوا ذكر اله لا يسيف فوقون ويا والجزاء من جنس العمل هدا كف وقات وحيك الى ليلى هدا اسك الى ليس ده مثلا بوليس كفير وحوته جيد وسو حرنا محاد عي بالصوله دي كلو صوت ورك الدفاع ده اديق ابن ادم صبح واسوك على سؤال انك ويدي واسوك عدي واصبح لي محا حجاب سوقات محا اسكو استروسا حبت كاو بنانا بنانك سو دي تقف والبمرك وكله هلي كرا مركا قولي كسو بحس أذكارتي ما أقرست أوكو إلى رينيس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ديسي أو شيطان كلاقي إلا أنا وحول بلقاك فينا متري ما يعني معناه ذو حاول ديار وحاول توحول بيني كقول عنا ديار وطاح مركا صبح صلاة صبح مركا ساكت تكنيس أذكارتي ما أقرستي مية أوكي مركا بحس مركا المغرب تم مسيحته وحالا يقف مركو تقولي الصبح تلفونا دكت أو وجه طبو أما تلفونا إنك دكت وكويس تاعي سلام عليكم وحالا يا ريت تدو خير شيء لها هذا المال يعني إنه شيء أما إنه قف حمانا يا الله جايبه وقولي سن وكسو وعي وكسو بحوي وقتي والله باهنا إنه ذكري يكون مشغول أي وحكة يكون مشغول سنة والجزاء من جنس العمل الدنيا اللي بعتها كور على آخرا وكاس يدرنتها مركز إذا وحالو بين قفك إنه يكون مشغول ذكري يكون مشغول ذكر إلهكم مشغول نينا ويا رسول الله إيدر دارا محاوى عملك ووفي عن أنسى ميكرو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عرب كاقا حكا قوينا ذكر إلهي مركز ذكر إلهي الشيك عرب كاقا مركز حكا قوينا هذا إذن وحالو باها ينقفك إنو كن مشغول ذكر إلهكم مشغول تنكوبات وحان رهن علاجك حانت إبك أوكيني سوحاوة تنكوبات إنه أصحابه ناس الرأس هذا. تلبات أو دبات أو أو. عارف ما داود اللبات لأن داو حتى قروا إنه داود اللبات وحنت كإلهي سبحانه وقت جاي إنه أكون مشغول سيد ذكري إلهي أكون مشغول سيد. تنسى دحات وحيالها كينه وحا كمد وحنا هني حسد كواية حسد سأجب بحد اقتنع بما أعطاك الله وحو إلهي كسي كقنع وحو إلهي كسي الحمد لله ده. لأن شكرتم لأزيدنكم إلهي سبحانه وتعالى وقدرة. مرك وحو إلهي كسيه كقنع الحمد لله ده حسدك أنت قف كان حسد لهاد أو وحد كشيء لهاد وحد كشيءني وحاس ما يسوي وحو إلهي كسيه الحمد لله ده تكاه سافير قفتان وكاكو الرئيس هافيرين قفتان نينك يا ضعف يعني قفتان بابور في عني هيستة قفكم جرو في عني هيستة قفتان وحالها شق في عني هيستة قفتان جامعة ذي كصوب بحدي قفتان البه هذا بار قفكم سيدوك الوائق في عني هي جامعة داسو كصوب بحدي الحمد لله هذا فضل يؤتيه من يشاء يكودي إذا أذى ناس ميستين دذال قفكم جهدي وكجاري أذى أنا دذال جهدي وكجاري وكلا كجار إلهي نوديسون وكعب بدي إذا داود السد هذا وحنتك إلى إني سوحة واي ارضى بما قسم الله لك إلهي وحو كسي رالي كل نقاط لأن الإباتي يكيني سوحا كما يدين وقفك وحسد إيه نقاطه فراقة دين إيه نقاطه تن أفراد وحواي وحاكينا جهلة كانت سواما علمي كبدل علمي مركا قفك أوبرت علمي قبرت أويراه رسولك صلى الله عليه وسلم محو يري أتدرون من الغيب ما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذن قف كان هذا كان كشيغي هدور لبسنا واسك إلى لنا قفك مركو علمي قاس برتو هدو كلو برتو يراكو رسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر وحا إيمانا مفلس مفلس من مرهب إنا نقض آنيقا لأن علمي قا علينا مركاس قفك علمي قا مركا وحا وجهلي قا كياني أو بسيد كيسا كابت بادنا وحا ومركا إنا علمي براتد أيا لو باهاي هاي تن أف تن لباتو ينك كانت وحنا راح نقف كان سنة النبي ينوك تجي تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبسو سنة النبي صلى الله عليه وسلم محوسة مين جري قف ولي اسم حانت مية ولي اسم حمل إذا النبي كان واجع لها وإن قد جان ربا دنا وحمل سي إسو كينيس بالله عليك أدي لك جواب سؤال جس اسم كينيس تن شنات وحواية قف كإنه كم مشغول نفتيس ودعوه دعو إله سبحانه وتعالى ويديسه إله وحاتراها سي وحونا أحسن إله عرب كان أو إي سي سي أو عفكي كجرو لبدي فرور نحضر كجرو
وخب أن دالينين واي ما تدن و هطلا قفك وحير هدو عرب قلبير هدو لوش هدو ماشو كسي بالله عضو كستوا دالا إن ده سادا ما تدن وحفينيش إن ده هو دالي إنا سيحة دارتا مسكح ذا ويدالي سيسي وفكيري سينا سيحة دارتا قعمان كدا وحكا قبان يسيد ويدالاين لقاها ما تدن دو حوجي واسكسيبي سامر كدا محالة ودالي هدا ما تدن سعوتي دو دالي لكن عرب كسور نقو ما دالي ما تدن و هطلا لي بابا 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 سوا خير إشارو كهدلا إذن إلهي ويدي سوحة الإله وقيت كان أن دالين أو أهيستو إلهيو إلى قرب قوى إلهيو كإلالي حمانتا إيا بنتا كإلالي أو وحا كاريكتا عرب رونتا شيغو خير كشيغو دادك خير كوضا شيغو حانتنا كإلالي مارك إلهي سبحانه وتعالى ويديسو خير كويديسو إذن وحالو باين قفك حدار وحا هبك أقوينا هاي سنة ولا ليال تاسوى والله دعاء أنك بذين وحالا وحيالك لأنكم شكونا دعاء وحب أن أمانينين حب أن لقاء أتكانينين وحب أو إلهي كسي أو فري هدنه أو استعمالي كرتد أو إلهي سبحانه وتعالى كسي وحب حوق بذن واي إلهي هبو كسي أو حوق بذن وحرو استاقي كرهب يراتي مجرته دعاء دعاء نقفك حلو باهي إنو كم مشغولو إلهي كم مغن قلو وحكستو حن أيا لو باهي يهي إذن ولا ليال حنتا حن شيقني وحان حنتا دان تعريف هل مروا وصوة سمرايز قرينا حنتا دان تعريف نوحا وقفك ولالك إنا كشيكتد وحو لبصدو وحي ربط هالنقطة وحي ربط هالنقطة أما قبيل هالنقطة أما كلر كيس هالنقطة أما سايس كيس هالنقطة وقابن يهي ودير يهي عاتو وعيلين يهي ريهب الو ريهب الواي وعد يهي ومد وحي ربط هالنقطة وقفك وحي بسنا يكدا داس نمبر ون هداك الدين ويس قفك سوا حمد حتى هدا هرتي زكت راهي وحمد وقف تاس داس نمبر ون تعريف تاس وا لباتو ينك كانوا لحوا يا رهلي تنوه الرئيس وحانا نقفك إيمانك يسو ضعيفة تنلا بعد وحاوة تربية قفك أنو ميل بيئة حن وكسو تربية بي تنسى تحادنا وحانا رهي وحاوة يقفك إنو وقت لمس أي تحي تن أفرادنا وحاوة إنو قفك لرالي قيلينا يقصمينا تنشاند وجهلي سنو دنبي صلى الله عليه وسلم إسنو أجين تن لحادنا وحاوة حسد كاكينتو حسد يحق ديغا كينا لباتدو كينا ما حواي شن ارينا شن شن لباتو كينا لبا اديغو ادوني كو كينا فسهادك انا فساد دكي ولااليه ودا جوغ اسجعل انا كلا قادي ايو اديغي ان لوو نوقا كينتي اخرنا عملك انو بربرو عذاب القبر اي نار جهنم والعياذ بالله شن تاسنا وحا لاغاي انو اديغو انو كو كينا لباتدو كو كينا لاغاي داودي سما حواي صاحب وناكسن انا سميستي تاس نمبر 1 واي تن لبا ذكر إله إنا كم مشكوشيد وعربك ما دام فراقه ذكر أكون مشكوشيد تنسى دحات حسد كنا إسكلاس وقناعة أكو سميسيد تن أفراد وحواي إنا علم برتت وجهلي أكسو بحثت شرات دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنا كم مشكوشيد علم وسوء إيمانك أكر أسوأك تن لحات إنا إله سبحانه وتعالى ويدي ستت إنه قف وناكسن كاردو عملك وناكسن وكوف ضد خيرك الدنيا آخرة وكوف ضد انت اسن الى سداس ميسوكا قبد بادنا ان شاء الله تعالى الى سبحانه وتعالى دنبينا هدا في دنب والدكينا حنتنا اسك الى لنا وحا اوغو خن او قفكا او سمين كره وحا واي عملكا كدالي سي انا اخر قفكا كا قاتو رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو كشيكين اخلاق ذو ناكسن قفكا ميل في عن انو كتغايو قفكا وحا لا يلا عمل بدا انو سمين لكن عربي سو ددك كهيستا بي سو ددك كهيستا اذا قفكاس وا ليباني دبات بدن ما هيستو وح كستو الهي كغشد وحا لا انو الهي كعفيه لكن ابن ادم هدا وح يرك قادت الدولار هدا كقادت كتلق الاخر تلاب مقادس الى قفكاس او كوي ما دولار كيسا كقات وحا لا يبا ددك اوغو هري لو خس ميل كما دقاقس الى قفكي لصو حساب او كوي ما قفكن وحال قفكه او دنبه لسو حسابا انو يحي قال لغا يابا ميشا سويس الى قفكه سو بل نبي صلى الله عليه وسلم حنو شي قفكه او سري اخر ميشا قال شهيدك شهيدك انو جنده غلين الى قفكي كلا او دينته او كلها او سيو ساسي مركه حنت او حنت ابن ادم وحيس قشين وايه وسخ وايه اسك الى انت اسك الى ليك تدخير الله كسيو عرب كان انك الى لن حمانته دنبين الله ضافو ما ننتي سنين سو سوتنا سو كذا هل ود ذاله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الى سبحانه وتعالى هديهم الحفظي ان شاء الله انت سمكو كينا ما تبقى حاضر بارك الله فيكم هواكم مقلاها الى هدي الحفظي جزاكم الله خير الله يديم حفظي ذيك انا أوكي ما أركين أوكي وقتي ما هو لونج ميقه واح واح إلى 50
الى 50 الى تحدث 40 الى 45 والى 15 مينت بعدين سينكر ان شاء الله، ما ادري 15 مينت ان شاء الله. اسمعت يا طورت الدعاء ده أمي سل الدعاء ده لبا كل قاعدة وحنا وح أسيوق ابن آدم قف كل لفتي جيس وباهي هواي قفنا وح عرور تلو سمي لو وحيد لو وحيد جاب حراي وح قفك لكن أسيق إنه إسكب الله مركور أجوين أنتو عرور تأوسن سمينين تن أجوين مرك قفك وح أجوه الرأي إسكو حجاب حيري كرا وح هواي هو طاعة الله قف سبحان الله سبحانه وتعالى إنه إله كبقه وعم أعماش ونكسن أوسن مايو طاعة إلهي إنه قفك مركز وكحر ناضو قالوا باي dadka sheytaankan ama ishaan ama qof diiniisa male qof sheekhna waa laga yaabaa inay ku dhacdo qof sheytaan inay ku dhacdo waa laga yaabaa sababta maxay tahay qofka waqtigaas ay ku dhacayso stageku joogay ku xiran tahay stageku waqtigaas uu joogaa laga yaabaa ay ku xiran tahay qofkan haddu xisn waa adiga xir xiraa samaysan kartaa tan ugu horreyso haddaan ka bilowno subax haddaan kasoo bilowno markaas soo kacdid salaada subaxa ugu horreeya tukanaysid salaada subax qofka markuu tukado haduu arrimahan soo socda sameeyo salaada subax adoo meeshaada ka kicin waa 5 minute waaye subxaanallah waxaa leh wax 5 minute eh oo lifekaaga maalintaas dhan kuu xiraaya waa 5 minute rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka markuu salaada ka bax salaada subax kadib laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd yuxyii wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir toban mar bas meeqii qaadanaysaa 3 minute 4 minute qofka ugu islowsan carabkiisa fudud yaa laga yaaba inay ka qaad 3 daqiiqo qofkii yiraa rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wax walba waa laga kaafinaa wax walba waa laga kaafinaa macnaheeda waxaa waaye subxaanallah adigoo lagu yiri waa wax waa lagu ilaaliyay maalintaas 100 security ka hortaagan waxay ku kala duwan tahay waxaa kan intii kelma yaraa lagu daray yuxyii wayumiit laa lagu daray laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd yuxyii wayumiit وهو على كل شيء قدير طبعا مروة تاس مدة كوبادوة مدة لبات صلاة اسمح الله رحاي سدح مر قل هو الله أحد قل هو الله أحد يسدح مر قل يعوذ برب الفلق يسدح مر قل يعوذ برب الناس قفك يسدح ذا سمر من سدح مر أقري وحو البوا كافي نيسا أوه الرئيس إيش السحر كأوه الرئيس ويكاكاوي نيسا كافي نيسا إذن لبضاس أرن وحاسم ميسا مركز صلاة الصبح كدب تكتي تسمي طيب markaa samays hal wax kala ku dar waxaa laga gabadha inay tiraaho anig maba tukanayo maxaa samayna idan mid kuwa fududaa jirto bismillaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wahuwa asamiicu lcaliim saddex mar dheh subixi bismillaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay fi lardi walaa fi samaa wahuwa asamiicu lcaliim saddex mar bis dheh kafataahu wax walbaa kaa kaafinaysa si fududa u gaaban tahay annagan aaga jiifno saddex mari kaa kaafinaysaa ayib taas qof walbaa dhihi kar qofaan tukanayo iyo qofka tukanayn waxaa kale qofka cudurdaar aan tukanaynin waa gabdho oo kale cudurdaari sometimes laysan ku tukan karin laakiin qof kale kama wado ayib markaa guriga ka baxaysid subax intaasaa samaysatay waa 1 iyo 2 haysatay waa adigoo mataqaana xijaab dhagaxa xiratay xijaab kale xiratay adigoo isxijaabaysa waxaa samaysanaysa suumo dhar waaweyna isku xiraysa yacni saanba lagugu imaaninba hadda maataqa meelaha muhimka ee fiiri meeqa security lagu sameeya dhagaxya xagga lasoo dhigay checkpoint kadib ciidamaa meeshan jooga kadib meeshaana la jooga kadibaa qofka u tegaysa idan shaytaanka saas isaga xir adkaartii soo aqriso tii kale soo aqriso tii saddexaad soo aqriso hadda fiiri hadda laa ilaha illa soo tirahayd oo saddexda ikhlaas imacoodateynka aa soo aqrisatid oo bismillahi aladii laa yadur aa soo tira fiiri saddex xisna samaysad oo ready samaysay guriga markaa ka baxaysid haddane bismillaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah say u fududahay fiiri wax walbaa laga rasul sa slam wuxuu yiri qofka intaas yidhaaho naadaa munaadin waxaa leeyahay kufiita wawuqiita wahudiita watanaxa canhu shaytaan war waa lagu kaafiyey wax walbaa lagaa kaafiyey wax walba waa lagaa ilaaliyey waa lagu hanuuniyey watanaxa canhu shaytaan shaytaanka maalintaas waa ka tagay shaytaanka shaytaan kale u tagaa wuxuu ku leh maxaa ku dhaha maxaa la walwalsan tahay maxaa ku haayo shaytaanka yaa walwalaya aa ka baqa qofkaas ka tegay markaasu wuxuu leh kayfa lii maxaan samayn karaa qofka maanta rabay inaan qaato oon raaco ugu talagalay oo maanta assignmentigiiga ahaa kufiya waa la kaafiyey oo wax walbaa laga ilaali waana la hanuuniyey intee ma aada meel kale ma haysti muxuu sugaa marka albaabku kuu taagan yahay guriga markaa gelis dan rabo inuu kuga soo galo guriga markaa gelis dan bismillahi walajnaa bismillah kharajnaa wa cala allahi rabbina tawakalnaa dee khalas banaanku istaagay ninkii maalintaas guriga waa nabadgelisay soo sidaa kusoo noqotay markaa guriga timaad maqribka hadda marka waxaan laakiin expiration ay leeyihin maqribka markii la gaara haddana waxaa loo baahan inaa cusbooneysistidaa loo baahan yahay waa every time renew waxaa samaysaysa renew aa samaynaysa waa soo cusbooneysanaysaa subaxiyatay waa ilaa maqribka waa lagu hayna maqribka ma la gaara haddana haka kicid meesha bilow saddexdeedana xiro
marka saasa meesid habeenki musiibada dhan boolaaliyaal habeenki soo dagtaa jirada xun habeenki soo dagtaa dadka waxa qaniina masaska dadka qaniina habeenki imaadaan musiibada dhan ba habeenki soo dagtaa waxa ugu horeeyo sameeyneysa marka waxa way gabdhaha dumarkii aad ugu socotaa gurigaaga maqri markii la gaaro dariishadaha xirxir nabiga sallallahu calayhi wasallam noo sheegay masaa'ibtii soo dagaysa socoto dariishadaha dhan xirxir awal xaaja aad sameeyneysid tan labaad cunta haddii fiidan tahay dabool waxaan uma jeedno waa cadow aan u jeedin waay oo biibaa horteena marmar way uma jeedno laakiin nebigeena noo sheegay waxyaalo aan ku racdayn karna annaga ka xoog badan annaga ka xoog badan koob biyo haddaa maanta meel soo qaad aad saartay shaytaan inuu yimaado koobkaas ma qaadi kara awooddaas ma laha laakiin si kaluu naaga awood badan yahay dacfigeenu naaga awood badan yahay guriga markaa soo gashid adkaartii aaqrisatid kii waa kaasuu hela laakiin kuwa kalaa soo galaa maxaa sameynaya dariishadaha dhan wada xiro marka suuba kusoo gelinbo dariishada inuu soo furo ma soo gali karo هذا أول حاجة عنتوين كاجا دبولو وحالا قارني يقولي حد أحفر يام عنتوين كاجا دبولو مركز دبوش يتكذب هبينك مركز يا حنيس دويسة كسيحو ويسد هبينك اللي قصة حنا عيا فضائل بدن إلى هذا يا هو إنه هرد ذلك سوق عش ما يقف فوضى كل ما ترد ذي كل ما تأسس كسوق عن ويتر بدنين إذا هبينك مركز يا حنيس دويسة ست أذكار تعرس لبفة إذا هاي سطع فإذا ذكوا بذا هاي ستد وحاو إن هبينك سكورتي أمضح حاجة تاجن malaga lagu soo dira ma rumaysanay malaga lagu soo dira ku ilaalinayo taagan ku ilaalinayo wax walba ka ilaalinaa xataa iska daadaba qaroof iyo masdi meesha wax ta ku ma dhawaa kar waa laga ilaalinayaa shaytaani wax kale la arkayna shiisi wax xayawaanaat ya xataa ku qaniini kar ku ilaalinaa rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofku markuu seexanayo ha weesiisto dhinac ismiigta u seexdo kadibna ha aqristo allahumma aslamtu nafsi ilayka wajjahtu wajhi ilayka wafawadtu amri ilayka walja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja wala manja minka illa ilayka آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت أم بنبيك الذي أرسلت مركا أنت استرادين على ميرتا أصيحه رسول صلى الله عليه وسلم يقول قفك أنت سيراه هدو دنتو أهل الجنة وا أنت واجبرين قفك هدو تي إله أتمت جنة قشفيري يا الله لباد وحنا أهل الجنة وميلا لغتي طيب تاس واتي آخر ذا الدنيا ذا سوك عدين رسول صلى الله عليه وسلم يقول قفكم هبين كم مرخو سيحنا آية الكرسي أقرستو هدو أقرستو الشيطان كوال لغا إلى علينا أوكي آية الكرسي يعني هستو أقرستو في ريه هبين كم مركان سيحنا آية الكرسي وأقرستو طيب وحي سورة لبا آية أقودا بيسو أو سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه رسول يقول قفك لبضاس آية أقرستو وحوال بوال لغا كافنا هبين كاس وحوال بوال لغا كافنا jiishka adduunka ugu weyn jinniga adduunka ugu weyn shaytaanka adduunka ugu weyn isha adduunka ugu xoog badan haddii kuu timaado waxba kama tarayso allah ayaa kuu soo diray xaaris kuu soo diray ilaalin kuu soo diray aa ku ilaalino idan waa loo baahan yahay marka labadaas ayaa ku ilaalinayso mid saddexaadaa jirta rasuul sallallahu calayhi wasallam intuusan siixan wuxuu samayn jiray inuu fariisto oo gacmankiisa sidii qof ducaysanaya camal inuu soo u furo ayuu waxa aqri jiray qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi alfalaq قل أعوذ برب الناس كعمن كو كتف جير مركو كتف مدح يس إنه كبل لابو إنتو كركي سجارسين كرو جارسين جير أو كتير جير ومسح جير خير القرآن كو كم صحة أو كساحنا سيلاقى إلى عليه إذا هبين كي مركز سيحنا يسنة إنت أس إنه سمي يسد تاس أديك وأنفع يس أديك واه شخصية ذا ضوا سو مالين تاس أنا ساس أوريك ساس أديك وأنفع يس إن شاء الله سيدين شيء هذا كورلاس بيجن إني تي كورس إن شاء الله إن شاء الله واه صو ذا كتاب وقف والبوف ذيني سو حس إن شاء الله صو ذا أن كان دون دويل هرس وقف إيزي أو نقطة وا جريس أو دكتور tan saddex taas ma tahay adiga kugu saabsanta caruurtaada kugu soo dhaata caruurtaada waa adaa mas'uulka ah rasuul sallallahu alayhi wasallam xasan iyo xuseen wuxuu dhihi jiray uciidukuma bi kalimaati illahi taammaati min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli aynin laama min kulli shaytaanin wahaama ilaahay magacyadiisa waaweyn bi kalimaati illahi taammaati waxaan idinku magangelin laa idinka magangelin laa min kulli shaytaanin wahaama shaytaan kasta iyo wax kastoo biibo oo socdo oon arkaynin iyo min kulli aynin laama iyo il kastoo xun حسن وحسين وكبين جلين جري كدب قل هو لا قل فرق قل بناس مكيل سو إلهي سو دجيني مركي سيحنا المها قوتك هو يا تهاي ساعة عنتو ضد قو إلالي نيسيت هو حوضنا إلالي مركي سو بحي مركي سيحنا يسيحي قل هو الله قل عوذ بر فرق قل عوذ بناس أنا كوغر كوركو ذكو مسح أيغن بر إني أقرستان أيغن بر إني أقرستان تاس مركي سيحنا يين واي مركي بنانك أسو بحي نيسيت سو أسو تعود أسو حر سحر أما أي سؤال حديث كأوسو يحر عودكم بكلمات الله تعالى أوسو حر سحر أما ديك لو حأوسو يحر تقر أوسو يحر محال الله هاي السورة دي هالشيء أوسو حر سحر أنت سواء أنت عملك المهل وصمة يا
guriga kuu soo heray, guriga kuu soo heray waxa guriga ha laga ilaaliyo waxyaalaha shaytaanka soo gelinayo, malaa'igtana ka bixinaa ha laga ilaaliyo. Maxaa ugu horeeyo? Sawirrada oo darbiyada lagu dhejinayo. Yes, ilmaha iskuul ay aadeen waa ka soo baxay, waa faraxsan yihiin, waxaan sawirka darbiga lagu dhejiyay. Fahamsi waxa tiraa maasha Allah, I'm so happy, cunugu qurxanaad sawirka waa fiican, laakiin meel aan kuu gelin lahaa suu kaaga halaabin, meel uu geli darbiga ha ugu dhejinin. Hada awal xaaja. Tan labaad, TV-ga kuu soo yeeray waxyaalaha fasahaadka oo TV-ga ilmaha xunxunka ha laga ilaaliyo. Adiga weyna iska ilaali. Adigii weyna hadaa fiirsada ilmaha maya ma dhihi kartid. Aabba sigaar cabaa, ilmihii sigaar cabbi ma dhihi karo. Aabba aan tukanayn, ilmihiis tukada ma dhihi karo. Hooyo aan xijaabadanayn, ilmeeda xijaaba ma dhihi karto. Hooyo TV-ga fiirsanayso, ilmaha ma dhihi karto. TV-ga fiirsana, adib waa fiirsanayso, why not? Why aniga maxaa? Waa imaanay su'aala lagu weydiinaa, idan ma kuu fiican? Waxaa loo baahan marka inaan iska ilaalino, waxyaalahaasna guriga aan ka ilaalino ayaa loo baahan yahay. Intaas hadaan sameynay insha Allah tacaala, ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay na xifdiyo. Arrin kalaa jirto oo qofka gurigiisa inuu qur-aanku aqriyo, suurat albaqara. rasuulku wuxuu suurat albaqara fadaa'il badan ay leedahay, waxaa kamid guri inuu shaytaanku noqonayo. Suurat albaqara dadka xoogaa confuse ku yihiin. Suurat albaqara qasab maa inaa hal maalin dhammaysid. Hadda kahor waa kahadla soomaaliyeena, suurat albaqara inaa guriga ku aqriso ayaa lagu weydiiyey. Isbuuc ku dhamaysan maalin walba xoogo marka aqrisid suurat albaqara kudha adi guriga inaa ku dhamaysan baa loo baahan yahay. Haddaa aqrisan kartid, aqriso. Ma aqrisi kartid soo maaha, ma taqaanid suurat albaqara meeshay ka bilaabatay, isay u bilaabatay, ma taqaanid. Baro maalin walba hal aaya baro, maalin walba haddaa hal aaya baratay. Suurat albaqara waa 200 iyo dhowr aaya, waa hal sana waa ku xifdiga. Maalin kasta hal suura ma xifdiga, sanadka dhan meeqa sana dhegaysanaysa suurat albaqara oo aadan xifdinin? Sanadkina waa 300 iyo xoogo maalmood. Maalin walba hal aaya bis baro. Allah bismillahi raxmaani raxiim alif laam miim bis baro. Dalika alkitaabu laa rayba fiihi baro hudan lilmuttaqiina. Isku xirle maalin walba hal sana gudeed waxaa arintaada suuradda barata arkaysaa. Inta suuradda ka baranaysa maxaa sameynaysaa? Qur-aanka gurigaaga ku daaro. Culimmadu waa la weydiiyey, qur-aanka lagu daaranayo gurigu faa'iida muu leeyahay? Wuxuu dhaamay qur-aanka qofka aqrisanaya inuu dhaama. Qur-aanku wuxuu dhaamay waxba wixii kale fiican. Darajada ugu sareysa qofka inuu asiga aqrista waa. Darajada ugu labaad ku xigta waxaa in lagu aqriyo waa. Darajada saddexaad at least inuu guriga ka sheedan yahay waa. Ugu hooseysa wadaalika adcafu aliimaan, tan ugu hooseysa waa. qof guriga qur-aanku loo aqrinayo. Tan kaloo kasii dan waxaa qofka qur-aanka markii loo aqrinayo qur-aanka waxaa ixtiraam uu leeyahay. ixtiraam uu leeyahay qur-aanka waxaa laga qoftina qur-aan xagga jikada kusoo shidatay, iidana telefoon ay ku jirta dad xamanayso. Billaahi calaykum hada works. qur-aankii ilaahayna guriga ku sheeg shaytaan yartaa inuu ilaahay ka ilaaliyo, iidana telefoon ay dhegta gashato hiblaahi saanitir qofii xamanaysa. How that gonna work? Okay. Tan labaad oo loo baahan yahay qur-aankii shidatay xagga meeshana TV-ya lagu shito oo filina la fiirsanoye, si waxaas u shaqeyna. Taas xataa waxa ixtiraam darro qur-aanka ilaahay ixtiraam weye waa, oo ixtiraamka laga qaada. Idan qur-aanka hadduu kuu shidan yahay shido, gaabso. Haddii rabtid oo maxaa la dhahay oo u baahantay inaa arrin u baahan telefoona ku yimid qur-aanka jooji. Demi jooji, waxa sheekadaada dhammayso haddaa hadal hadlaa hadlaysid waay. Laakiin haddaa hool haysa adoo hooshaada haysa qur-aan ku dhageyso korkaaga ha galo. Laakiin haddaa maskaxdaada iyo carabkaadu wax kale ku shaqeyna, qur-aanka iska jooji. korontadana iska dhameynin, adigana been haysu sheegin. taas samee insha allah taala. jazakum allah khair. ilaahi subxaana wa taala ha idin wada xifdi meel walba aad joogtaan. dembigiinana allah ha dhaafo, shaytaankii dhibkana allah ha naga ilaaliyo. insha allah intaasaan ku joojinayna duu ilaahi raa. waqti waa iga dhamaaday. baraka allah fiikum. ilaahi idin xifdiya. aamin ya rab. aamin ya rab. baraka allah fiikum. aamin aamin ya rab. jazakum allah khair. ayye ayye insha allah ayye ayye. salaamu calaykum. aamin ya rab. allah ku xifdiya. أي الله يحفظكم.